بداية حفظكم الله، يقول الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. عن هذه الآية بارك الله فيكم تتحدثون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فهذا الشهر المبارك جعله الله سبحانه وتعالى موسما للمسلمين تضاعف فيه الأعمال وترفع فيه الدعوات إلى الله عز وجل، وله فضائل ومزايا، فهو شهر تصفد فيه الشياطين وتفتح أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أدبر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. ذكر الله سبحانه وتعالى أحوال الناس في استقبال هذا الشهر والعمل فيه، فذكر أن من شهد الشهر يعني حضر ولم يسافر فإنه يجب عليه الصيام أداء، ومن كان مسافرا فإنه يفطر ويقضي من أيام أخر، والثالث الذي لا يستطيع الصيام أداء ولا قضاء وهو الشيخ الهرم الذي لا يستطيع الصيام، فالله جل وعلا فرض عليه الفدية. قال سبحانه وتعالى: وعلى الذين يطيقونه، يعني يعجزون عن صيامه، فدية طعام مسكين بمقدار كيلو نصف عن كل يوم، عن كل يوم، سواء كان من أصحاب الأعذار المستمرة كالكبير الهرم، أو كان من الأعذار العارضة كالمسافر والمريض المرض الذي يرجى برؤه، فهذان يرخص لهما في الإفطار في نهار رمضان على أن يقضيا من أيام أخر بعد رمضان، وهذا تيسير من الله سبحانه وتعالى وحكمة عظيمة في أن يشترك المسلمون على اختلاف أحوالهم في فضائل هذا الشهر، فهو فضل من الله عز وجل أتاحه لعباده المؤمنين، ليله قيام ونهاره صيام وأوقاته طاعات وتلاوة للقرآن الكريم، فكله خير، وفي الأثر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. ولكن شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول: هذه الفضائل فيه كله، فكله رحمة
وكله مغفرة وكله عتق من النار. فيا له من شهر عظيم لمن وفقه الله لاغتنامه وصيامه وقيامه واغتنام أوقاته وساعاته. نسأل الله أن يعيننا وإياكم وجميع المسلمين لنيل الفضل الذي جعله الله في هذا الشهر المبارك. نعم.